فقرتنا ستايلي، طبعا نتكلم عن اليوم الروج الأحمر وهو اللون الكلاسيكي والأنثوي المفضل عند غالبية النساء. ووفق خبراء التجميل، فالروج الأحمر يمنح كل امرأة لمسة من الأناقة والجمال الكلاسيكي. وطبعا معنا هنا في الاستوديو خبيرة المكياج أمجاد عيسى، أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك. وأيضا مصففة شعر وخبيرة شعر المظهر أمينة العبدالله، أهلا وسهلا فيك ونورتينا. أهلا فيك، الله يسعدك. وكمان أيضا معنا الموديل لانا الشريف، أهلا وسهلا فيك ونورتينا. طبعا اليوم حنتكلم عن هذا الستايل الروج الأحمر. دائما لما الواحد يشوف وجه المرأة أول ما يجذب يمكن كإضاءة، يمكن أمجاد، اللون الأحمر. أي صحيح، دائما يكون هذا اللون هو الثابت وهو السائد عند السيدات. أيوة هو تقريبا، بس أنه في بعض السيدات يفضلون الألوان النود، بس في بعضهم يفضلون الألوان اللون الأحمر. بس لازم نعرف أن اللون الأحمر مو بدرجة واحدة، أنه درجات كثير. نختار أساس على أساس لون الشعر، الحواجب، لون بشرة الموديل. يعني حيكون هذا اللون هو المناسب يعني للبشرة بشكل دائم ولا ما يناسب كل البشرات؟ يعني في بعض البشرات يعني نختار الدرجة المناسبة، مثلا البشرات البيضاء نختار لها لون معين. البشرات مثلا السمر نختار لها الدرجات الأحمر يكون فيه شوي أورنج. للدرجات مثلا السمر مرة نختار لهم الدرجة الروج الأحمر اللي يكون على بني شوية. طيب الكيمياء بين الروج والشعر الأحمر أمينة كيف يكون؟ أنتم كتكنيك كيف تتعاملون معه؟ على حسب طبيعة الشعر، يعني على حسب أنه الروج الأحمر يناسبه أكثر من ستايل في الشعر، على حسب برضو لون الشعر زي ما قالت أمجاد. اللون، طيب خشونة الشعر، نعومة الشعر تلعب دور؟ أيوة أكيد. أيوة تلعب دور كبير، يعني على حسب شعر الموديل، كيرلي، ناعم، ويفي، على حسب طبيعة شعر الموديل. سوري، على حسب طبيعة شعر الشخص عموما. أي كانت مو كل الناس موديل، ها؟ طبعا. طيب بالنسبة للعيون بعد نفس الشيء، يعني أحيانا يكون الشعر ما أدري أنا، يعني أتوقع برضو العيون لها علاقة في الألوان، لون أيوة لون العين. أيوة صح، يلعب دور بعد. أيوة الشيء يلعب دور. أيوة طبعا واحد عيونه خضر اكيد مش روج اخضر يعني. لا طبعا اكيد روج اخضر. طيب خلينا نشوف اذا تشتغلون، نشوف على لانا كيف يكون الطريقه، يعني اللي انتم حابين تسوونها. طبعا انا اسست البشره، حطيت لها الميك اب. لازم اذا اخترنا روج احمر لازم نكون نراعي ان البشره تكون مره جلوي، يعني ما نكثر باودر، يعني ما حطيت لها باودر كثير. نحط حتى البلاشر، يعني ما نحاول انه نحط الوان غامقه، لانه بحد ذاته الروج الاحمر يعني ثقيل وواضح. فزي ما انت شايف يعني بس شوي بحط بلاشر اللي هو درجات فاتحه اللي تكون بينك، عشان يكون مقارب على الروج. اي عشان يكون مقارب، او يسوي زي التوازن، يعني هنا الروج احمر نسوي توازن مع لون البلاشر حتى البرونزر يعني. حلو. طيب على مستوى الشعر بعد أمينة، انت قاعد تسوين ايش؟ الويفي. الويفي ايوه. طيب ايش علاقته في حيكون في الموضوع؟ احسه هو اكثر مناسب مع على الشكل الأحمر. مش عشان الروج بس، لا هو لا حتى مع الروج الاحمر. انا احس الويفي البيتش ويفي يطلع مره حلو مع الروج الاحمر وناعم، لانه اساسا الروج الاحمر لحاله كافي. فاهم علي؟ حلو. ايوه تمام. طيب يعني أمجاد نقدر نقول انه نقدر نعمل اكثر من ستايل على الروج الأحمر. هو في على حسب، في أشخاص يناسبهم مثلا تكثر ميك اب عيون، وفي يعني بنات لا، يعني زي ما هنا مسوين للموديل غمض عينك شوي، سوينا لها بس شدو شوي بني خفيف، كحلة بسيطة ورموش طرفية، فهذا كافي يعني لعيونها اللي يناسبها. والروج الأحمر يعني جدا يعني هو واضح وبارز في الميك اب. وحطيت لها بلاشر خفيف، رسمت لها، برسم لها الحين الحواجب شوي هناك. ايوه بس شيء بسيط، يا سلام. ايوه وبرسم لها الحواجب، يعني شيء جدا بسيط، حتى ما احب يعني الحواجب تكون جدا واضحه، يعني شوي بمشط الحواجب. يعني هي ما شاء الله لون شعرها اسود، فما اخلي الحواجب مره غامقه، فالحواجب تكون غامقه. الروج احمر لا، يصير المظهر شوي ثقيل، الا نخلي الحواجب خفيف مثلا درجات البني، نكتفي بدرجات البني الفاتحه او الغامقه شوي. والروج هو يعني بحد ذاته ميك اب يعني. طيب نفس الشيء أمينة، يمكن الشعر أحيانا يكون قصير، أحيانا يكون طويل، بعضهم يحطون يمكن اكستنشن، يمكن على أساس يضبط الشيء هذا، يمشي مع كل هذه الستايلات؟ أيوه عادي، يعني ممكن تجيني مثلا واحدة مركبة اكستنشن، ممكن أرفع لها هي، ممكن أسوي لها الويفي، ممكن أسوي لها الريترو، على حسب إنه إيش اللي يناسب مع مثلا طريقة لبسها أو الموديل اللي هي لابسته، على حسب كمان برضو لون الروج اللي هي مثلا حاطتها أحمر أو أي لون ثاني.
يا سلام. ايوه ويعتمد برضه الشعر على حسب ملامح الموديل. مين اللي يعني انت دائما ما تنصحين احد يستخدم هذا الروج وما تفضلين يعني يروح اللون ثاني؟ لا شوف الروج الاحمر نفضله بالمناسبات المسائيه. الصباح ما نفضل، نحاول نحط الوان نود، الوان كذا البينك، بس بالمساء ما عندك مشكله تحطين الوان روج احمر، تحطين سموكي ما في مشكله. بس اهم شيء اذا حطينا روج احمر نراعي انه تناسب البشره، يعني مثلا يعني هنا بشره الموديل بيضاء بس شوي على الاصفر يعني، فنحاول انه نحط لها الروج الاحمر اللي يكون شوي على مايل درجات الاورنج شوي. ممتاز. مو باحمر داك. ايش اللي تسوينه حاليا الحين اخر شيء؟ بحط لها هايلايت شوي، افضل الهايلايت الكريمي عشان يعطي منظر شوي ناعم. ما افضل شو اسمه الهايلايت الباودر. يلا لا نخلي وجهك هناك زعلان على المشاهدين شيء. يلا هلا حلو. طيب نصيحة أمينة أنت حابة تعطينها كمان للمشاهدين على موضوع الشعر؟ أحس إنه كل واحدة تسوي اللي يناسبها. يعني مثلا في ملامح ما يناسبها الويفي اللي مرفوع، في ملامح ما يناسبها الويفي اللي نازل، في ملامح ما يناسبها البن اللي مرفوع، احس كل واحدة تسوي اللي يناسبها. يا سلام. نصيحة أخيرة منك أمجاد؟ أول شيء الترطيب للبشرة، يعني نحاول نرطب البشرة أكثر شيء، نحاول نسوي توازن، إذا سويتي ميك اب عيون ثقيل، حاولي يكون الروج ناعم وبسيط، إذا سويتي عيون يعني كحل بسيط، حاولي تحطين الروج الغامق مثل الروج الأحمر أو العودي زي هذه الدرجات. تمام.